مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدنا نحكي عن الثلاثة 2 نيسان أبريل. كيف بده يكون اليوم الثاني من شهر نيسان أبريل؟ طبعا بهيدا النهار الشمس موجودة ببرج الحمل الناري، لكن اليوم القمر موجود ببرج الحوت المائي، يعني نهار خليط، شيء من الأبراج المائية جو حلو، شيء من الأبراج النارية جو حلو. كيف رح بيكون كل هيدا النهار؟ طبعا البداية مع برج الحمل، اليوم مولود برج الحمل، نهارك بطيء لدرجة معقولة تشعر بزهق الروتين، لدرجة انه معقولة ما تشوف الامور مثل ما هي، يمكن تسهى، يمكن يكون في اخطاء سهو والتباسات، انتبه من بعض المحتالين او من ضيع اغراضك. تبقى المواليد الاكثر تعبا او الاقل حظا او الاقل نشاطا هي مواليد شهر مواليد نيسان، لكن مش كلها، 1 لـ10 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. اليوم بالنسبة لك مولود برج الثور، الجو بيحمل نشاط، نشاط إضافي، نشاطات حلوة وجيدة متنوعة بتضوي على صفاتك الحلوة وقدراتك الاجتماعية. مولود برج الثور اللي إجمالا هو مولود شوي خجول، لكن اليوم منك خجول أبدا. مولود برج الثور اليوم عندك صفات كتير حلوة تلفت الأنظار. الأكثر حظا 11 لـ15 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء اليوم مش فاضي لحدا، ونصيحة ما تضيعوا أوقاتكم، ركزوا على الأمور المهمة. بلحظة ما يمكن يسألوك سؤال بالمدرسة بالصف، كونوا حذرين حتى بشغلكم، دققوا بشغلكم ودائما مشوا على الأصول وين ما كنتوا اليوم. ولأنه كوكب المريخ موجود ببرجكم كونوا حذرين، ومواليد 21-22-23 أيار مايو. شو بيعمل كوكب المريخ؟ كوكب المريخ يجلب ويجذب المشاكل والحوادث والسرعة، فكونوا حذرين. كمل مع برج السرطان. اليوم مبسوط مولود برج السرطان، فرحته حلوة، فرحته كبيرة، الأجواء مشجعة، لأنه مولود برج السرطان صار إشع الدنيا مثل ما هي، وبنظرته متفائلة، وكأنه في منظار إيجابي عم يطلع الحياة من خلاله. الأجواء تبشر بانفراج، خاصة لمسألة لشغلة عم تشتغلوا عليها. أو قلبكم مواليد برج السرطان ما تتأخروا، أو قلبكم عندكم اليوم وعندكم بكرة، الحظوظ ممتازة استفيدوا منها. الأكثر حظا 29-30 حزيران يونيو، بالإضافة أصلا جميع مواليد برج السرطان. كمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد ارتاح من ضغوط القمر لما كان موجود ببرج الدلو يومين ورا بعضهم الأحد والتنين. اليوم نهار أريح، اليوم نهار أفضل. اليوم مطلوب من مواليد برج الأسد أنه يسارعوا إلى تصحيح خطأهم والاعتذار وإلى المجاملة وإلى الدبلوماسية. بدكم تضبطوا أوضاعكم وتردوا المياه لمجراها الطبيعي، لأنه ما تنسوا الأجواء العامة ممتازة، فما تنزعوا بغلطة صغيرة، صلحوا ما بتخسروا شيء. الأكثر حظا 3-4-5-17-18 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. اليوم مولود برج العذراء مش عاجبه بعض الأمور، مش عاجبته، من على ذوقه، الأمور بحاجة إلى هيدا النهار بحاجة إلى شوية دبلوماسية لحتى نهارك يمشي بطريقة جيدة، سواء كنتوا بالمدرسة مع الأساتذة، مع أصحابكم بالشغل، مع شريككم بالحياة، أصحابكم، زميلاتكم، كل هالأمور اليوم معقولة تتحدى مولود برج العذراء ويشوف الأمور بشكل متوتر أو مكهرب. على كل مولود برج العذراء الجو اليوم مش بالضرورة يكون سلبي، بالعكس تماما، يمكن يكون عم تشتغل على تصحيح بعض الأمور وأنت بحاجة لنصيحة الآخرين. 23-25 آب أغسطس، 13-17 أيلول سبتمبر فيهم يكونوا الأكثر حظا. ننتقل لبرج الميزان. اليوم مولود برج الميزان الشغل عنده ما رح أقول محدود، لكن الشغل، شغلك، واجباتك، روتينك اليوم بحدك، يعني يا أما بيعادك بالبيت، يا أما بيطلب منك أنك تركض، تشتغل، تعجل. اليوم مولود برج الميزان الأجواء عنده ضاغطة، مش فاضي لحدا، وبصراحة ما لازم تضيع وقتكم، ما لازم تضيعوا وقتكم. الشغل، المدرسة، الدرس، الحياة الاجتماعية، كله ركض ركض ركض. نسقوا أعمالكم، نسقوا أعمالكم، وانتبهوا من المشاكل، خاصة مع شريككم بالحياة أو شريككم بالعمل. أكثر نشاطا من غيره 23-24-25 سبتمبر. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهارك كتير حلو،
وبعتبر مولوبش العقرب اليوم من الأبراج الممتازة القوية اللي فينا نتكل عليها. مولوبش العقرب اليوم عنده حظ، اليوم محظوظ، فما تقولوا انه انا مني مع بش العقرب. انا بحب مولوبش العقرب لانه بعتبره مولود او بعتبره برج قوي يتمتع بذكاء وبدهاء. فاليوم مولود برج العقرب بتخوف لانه دهائك موجود وحظك موجود. اليوم مولود برج العقرب اطلب واتمنى، احكي وشوف شو بدك تعمل لانه حظك بيساعدك. الاكثر حظا حسب الكواكب 8-9 نوفمبر، لكن بتصور انه مواليد اكتوبر ايضا كمان رح بتكون اليوم محظوظه. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس اليوم مولود برج القوس معجوق، عنده عجقة بالبيت، ببيته، بحاله، بصحته، بصحة حدا من أولاده، عاجقينه، أهله، إخواته، البيت بحد ذاته. لكن الجو كتير حلو، يمكن في عجقة حلوة، في عندكم لقاء، في عندكم مصالحة، عندكم تقدم، أو عندكم يمكن خبرية حلوة، احتفال. نهار ممتاز لموالي برج القوس إذا بتطولوا بالكم شوي. 16-17 ديسمبر الأكثر حظا. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اليوم طالع عباله إنه يلتقي، يمكن عبقول طالع عباله يلتقي بناس أصدقاء الطفولة، طالع عباله يحكي مع رفقاته، مع زملائه، طالع عباله يستفهم، طالع عباله يمد حديث، ليش لا؟ بتقدروا تعملوا كل هالأمور. مواليد برج الجدي اليوم عندكم أفكار مهمة جدا، سريعة، ذكية، حلوة كتير. يمكن حدا من إخواتكم بحاجة لألكم وبحاجة لسؤالكم ونصيحتكم. في تنقلات كتيرة وفي حركة كتيرة. الأكثر حظا 22-24 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو لا غبار على هيدا النهار، لا غبار على هيدا النهار. مولود برج الدلو اليوم انسان قوي، مستقوي، عنده قوه وقادر انه يتقدم بطريقه ولا اجمل من هيك. ما حدا بيقدر يقول لمولود برج الدلو انه اليوم انت ضعيف، عنده ثقه بالنفس كثير قويه. وبالتالي انتبهوا اذا عم بتواجهوا مولود برج الدلو، ما تخانقوا. اليوم مولود برج الدلو يمكن يتمتع بقدره على تسيير الأمور على ذوقه وهو بيطلع ربحان. يلي ما بيهدى 20-21-22 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت بطل موقفك ضعيف، بالعكس تماما، القمر ببرجك. You are empowered، عندكم القوة، القوة، الذكاء، الحضور والرغبة في تحقيق اللي بدكم اياه، هدفكم. لازم يكون عندكم هدف اليوم. شو هدفكم؟ انكم تنجحوا بالامتحان، هدفكم انكم تطلعوا من المقابلة ناجحين، هدفكم تتركوا انطباع حلو بحياتكم الاجتماعية. اليوم بتقدروا تعملوا اللي بدكم اياه، واضيفوا على ذلك انه اليوم في صفحة جديدة، نظرتكم واضحة للأمور وقادرين تقلبوا كل الأمور فوق لتحت، تعملوا اللي بدكم اياه. في أمور ناطرينا بين اليوم وبكرة بتتم. الأكثر حظا لأنه كوكب الزهرة عندكم مواليد 25-26 وفينا نضيف لأنه 27 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بتشجعكم لتهتموا بحالكم، بمواهبكم، بمهاراتكم، هواية بتنموها. هيدي السنة لازم تهتموا بتقووا حالكم نفسيا. الثقة بنفسكم بدكم تشتغلوا عليها، بدكم تشوفوا شو نقطة الضعف عندكم، شو اللي إذا قويتوه بيعطيكم ثقة بالنفس. هيدي الأمور بدكم تشتغلوا عليها. هيدي السنة فيها تكون جيدة، سنة حلوة وفعالة. نيسان أبريل، أيار مايو، آب أغسطس وديسمبر هني أفضل الأشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو. ما تنسوا تتابعوا الأبراج اليومية كل يوم كل يوم الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت، وأيضا الأبراج الأسبوعية. ودعكم، باي باي.